متعلق بحاجات كتير قوي. المخ بيتغذى على حاجتين اتنين، الاكسجين والمادة السكرية. اللي هي المادة السكرية ايه بقى؟ دايما السكريات الاحادية، الاحادية اللي فيها ذرة واحدة كربون بيسموها سيمبل شوجر، اللي هي زي اللي في سكر. اول حاجة في السكر اللي هو البسيط ده اسمه سكر الفاكهة. يعني اي فاكهة هتلاقي فيها السكريات بتاعتها قابلة للذوبان بسرعة وتوصل للمخ بسرعة. اللي هي كم؟ لا، 6 ذرات دي في السكروز. السيمبل شوجر هيبقى فيه نسبة اقل من ذرات الكربون مفروض يعني. او خلينا نقول بلاش بذرات الكربون وحاجه عشان ما تلخبطش الدنيا، هنقول السكر اللي هو سكر الفاكهه هو اول سكر ممكن المخ يستفيد منه بسرعه. وبعدين يجي بعديها مثلا عسل النحل، التمر، الحاجات دي كلها تفيد المخ كويس قوي. المشكله مش في دي، المشكله في امتى تاخد الماده السكريه دي. انا هتخيل معاك كده ان انت اتعشيت بالليل الساعة 8 أو 9 أو 10 سي، وصباح الصبح من غير فطار رحت الشغل، أو عندك طفل وديته المدرسة من غير فطار. أول وجبة هياخدها بعد كده تبقى الساعة كام تقريبا؟ 12، واحدة، 2 لو هو روح بعد ما روح البيت، أو لو خد سندوتش أو حاجة، وأغلبنا ما بيعملهاش في حدود الساعة 11 11 ونص. عد بقى من 9 أو 10 بالليل لحد الساعة 10 الصبح كام ساعة؟ 12 ساعة. المخ ما بيتغذاش، والمخ بيحرق السكريات بسرعة، ودي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغذي المخ. لازم يكون سكر من نوع بسيط عشان يستوعب في المخ بسرعة ويقدر المخ يهضمه ويلففه في الدورة الدموية. مشكلة كبيرة جدا انك تخرج الصبح من غير فطار. ممكن تخرج من غير فطار بس ما تخرجش من غير حاجة سكرية. طبعا السكريات هتتفاوت، تبدا بسكر الفاكهه وبعدين الحاجات التانيه وبعدين تنتهي بالسكر اللي هو السكروز والحاجات المربى والحاجات دي كلها. عشان كده الكونتيننتال بريكفاست، اسمعوا عنه. يعني ايه كونتيننتال بريكفاست؟ اللي هو الافطار العالمي. جميع الاوتيلات في جميع انحاء العالم لازم توفرها للنزلاء بتوعها، اللي هو ايه بقى؟ الزبده والمربى. الزبدة مادة دهنية والمربى مادة سكرية، أهم حاجة عشان المخ